يا رب اجعلني قويا عندما لا أجد من يتقاسم معي الوجع. يا رب املأ قلبي صبرا وصدري شرحا وعقلي راحة طويلة الأمد. يا رب أوجد لي زاوية أبوح بها ودعاء يثلج صدري ويقينا بتيسيرك. يا رب استر عيوبي واغفر ذنوبي ولا تفجعني بفقد أحد. يا رب اجعلني مقيما للصلاة ومن ذريتي وفاعلا للخير، واجعلني سببا لفرح الناس وسعادتهم، ولا تضعني في مواقف متعبة ولا ظروفا سيئة ولا ظروفا يائسة، واجعلني بإرادتك سبيلا للمساعدة ويدا ممدودة للجميع.